طوابير على مد البصر يوميا أمام محطات تعبئة الوقود في بغداد، مشاهد تحاكي حجم أزمة نقص الغاز في بلد يطفو على بحر النفط. فوضى عارمة خلفتها هذه الأزمة، وتركت أصحاب الشاحنات وسيارات النقل في ذهول بعد أن ضربت أرزاقهم في مقتل. الصورة تتكلم، والمتضرر هو الشاهد الأول والأخير على عمق الفساد وسوء الإدارة. والله هسه قامت السواق ما تطلع على باب الله، لأن يقول لك أنا أروح ألزم سرة يومين، يلا ثلاث أيام أربع أيام، يلا أفول غاز وأطلع على باب الله أروح للبصرة. يعني تبات لك ثلاث أيام يلا تحصل لك 300 لتر، هن بيهن دربين حجي، الله يشهد علي. شفنا الضيم، لا تقول لي ولا أقول لك، إحنا بلد نفط ما يصير هيك. أكثر من 100 شاحنة في الطابور الواحد، والبطاقات المتاحة للتعبئة محدودة. الأمر أشبه بلعبة اليانصيب. ما حد يطلق غاز، هسه تجي هسه ماكو 80 بطاقة 75 بطاقة يقول لك الغاز خلص. وعلى هاي الردة يعني إنه تغريب شهر زمان على هذا الموضوع. الأكيد في أزمة شح الوقود أن الفشل الإداري المتمثل بنقص التزويد ليس السبب الوحيد، إذ أن تهريب المشتقات النفطية تديرها ميليشيات بتواطؤ وحماية حكومية. والكلام لشبكة S&B جلوبال الأمريكية. وين؟ غير تهريب هم جاي يهربون به؟ هاي السودان وحكومته؟ والحصة إيه لا السودان شو جانبي هو الزين هسه سوانا يا السوداني؟ ولأن فشل توفير المشتقات النفطية هو المرادف للفشل الحكومي، يعيد المتضررون من الأزمة تذكير السلطات بحقيقة أدائهم. أنتوا عم دولة فاشلة، دولة تعبانة، تعبتونا، تعبتوا العالم، يعني عشنا مأساة، يعني مأساة، الله وكيلك مأساة. العالم هاي قطع رزق المحلات، هذا على باب الله بالسيارة ظل أربع أيام خمس أيام، شنو ذنبه؟ ليس في بغداد فقط، فمشهد الأزمة هذا هو نفسه في الأنبار ونينوى والتأميم وبقية المحافظات.